العيب اللي هيكون بعيد يهمني ان انا اجيبه، يعني مفيش لعيب كويس ومكسر الدنيا والناس كلها اجمعت عليه وان هو متساب استحاله. فعشان كده هو او غيره كلهم تحت، يعني كلهم قدامي، كلهم كل اللعيبه في مصر من درجه ثانيه قدامهم محترفين موجودين معاه، شايفهم كسر الدنيا. فما تقدروش كل لعيب يثبت نفسه يحاول ترجع تاني النمو زي ما احنا كنا زمان. كل واحد مشتاق ان ينضم لمنتخب مصر، مشتاق وهيموت بره وجوه جسمه يلاقيه في الجهاز العالمي ان شاء الله. عشان كده كلهم مهمين جدا، وانا مستني مستويات اعلى ان شاء الله في المحافظه ان شاء الله.